حالسان الفريقين اليوم. شبح الهبوط يراودني ولم ينساني، والثلاث نقاط هي عنواني. فريق التحدي بالغلالات البيضاء والسوداء وفريق الشباب الجبل بالزرقاء والبيضاء. أمادو يلعب كرة طويلة في الجهة اليمنى، من ستقابل كرة خطيرة في مناطق الجزاء، لكن ينجح المدافع، ينجح المدافع محمد فتحي. ناصري ليحاول لعب الكرة فوق الحارس، لكن المدافع الحقيقة عصام عبد الهادي عفوا إلى محمد فتح. أحمد فضيل يلعب كرة بينية، أحمد فضيل أول الهدف إلى اللاعب أحمد فضيل. شوف الهدف الحقيقة، هدف رائع، جملة تقطيع جدا. شوف البينية الحقيقة ولا أروع من اللاعب أحمد فضيل، من عبد الله علي لأحمد فضيل إلى اللاعب رقم 7 أحمد إبراهيم. يلعب كرة في مناطق الجزاء، من تقابل ينجحها محمد عياد، أحمد عياد، كرة عند اللاعب أحمد العبار، أحمد العبار يلعب كرة طويلة تصل إلى اللاعب مروان إدريس، إلى أمادو، أمادو في مناطق الجزاء، كرة خطيرة والهدف الأول، الهدف التعادل لصالح فريق شباب الجبل. أول الأهداف هنا في هدف التعادل إلى فرسان كورينا. شوف هنا الإعادة من لاعب رقم 17 اللاعب أحمد العربي إلى ماتو الموريتاني، يلعب كرة عرضية إلى الحارس إلى اللاعب محسن ناصري. استلمت الأولى بأحمد عياد والثانية تدخل الشباك التعدي. إذن 1-1 مشاهدينا الكرام صالح فريق شباب الجبل. هذا إذن هدف التعادل عن طريق المغربي محسن ناصري. الأولى اصطدمت بأحمد عياد والثانية تدخل الشباك ليعلن على التعادل المغربي. من هجمة يدخل أحمد العبار، محمد كرة ما زالت طويلة تشكل خطورة على دين محمد، كرة خطيرة، خطأ كان من المدافع على دين محمد. شوف الإعادة، كانت هدية ولا أروع من المدافع على محمد، لكن لم يستثمر الهدية اللاعب عبد الله علي. هنا البرازيلي سيلفا على تنفيذ الخطأ، يلعب كرة طويلة. هذه الإعادة، عمر بوخريس إلى أحمد بكاري، أحمد بكاري سدد الكرة لكن ينجح الحارس أيوب رجب في بعض الكرة، ثم المدافع رقم 28 على الدين محمد. لعب عمر بوخريس يلعب كرة باتجاه لعب أحمد إبراهيم، هنا في الجهة اليسرى أحمد إبراهيم يرفع كرة باتجاه لعب أحمد بكاري، بكاري لتصل للاعب سيلفا، سيلفا 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 سيلفا، شوف جلال السوي يعطي الكرة لمروان ادريس، مروان ادريس بينية ولا اروع الى اللاعب سيلفا. شوف سيلفا، جول 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 لشباب الجبل. اذا التقدم لفريق شباب الجبل، الهدف الثاني عن طريق البرازيلي سيلفا، فعلى البرازيلي سيلفا بالهدف الثاني، كان الاول من المحترف المغربي إلى سيلفا، سيلفا أحمد بكاري، أحمد بكاري ضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح فريق التعدي، لفريق التعدي. هذه الإعادة، عبد الله علي بعد خطأ من اللاعب محمد عمر. جونيور على التنفيذ، من ستقول الكلمة؟ جونيور أميوب، جونيور أميوب ضايع، يضيعها جونيور، يضيعها المحترف الكامينوري جونيور. إذن ركلة جزاء ضايعة، هذه الإعادة، كرة عالية عالية الحقيقة باتجاه أحمد مكاري، لكن ينجح في الإبعاد يوسف بلامين، تسديدة لكن بعيدة. هنا هنا مستمعي ومشاهدي ليبيا الرياضية، ينهي اللقاء بصافرة محمد الجديدي.